هل تترك المرأة أبنائها لتناضل من أجل أفكارها؟ كنت بحس في نظراتهم بالعتاب. هل تجربة السجن تخلق امرأة قوية لا تهزم؟ مش مفروض الناس تتسجن، السجون دي المفروض إنها من العروض الاستبدادية البائدة. وهل يتذكر البشر من كانوا يناضلون من أجلهم حتى يحصلون على حقوقهم؟ قد إيه المجتمع مجتمع متوحش بيطلع ملايين الناس عاجزين عن إنهم يسيطروا على حياتهم بسبب الفقر؟ بمية راجل الأحد 10:30 مساء KSA على OSN يا هلا شباب HD.